بعد أن كان العمل بشعبة الواردات بالسجلات الورقية، قامت منظمة BCBM بتجهيزنا بالحاسبات والسيرفر والأثاث مع التبريد الخاص بقسم الحاسبة، وتم تحويل المشتركين من الأمور الورقية إلى الأمور الإلكترونية وإدخال البيانات. صار الشغل أدق إن شاء الله ويخدم المواطن يعني. هذا العمل سهل على المواطن أمور كثيرة، من الأمور الورقية والمعاملات إلى الأمور الإلكترونية، وأصبح التعامل الإلكتروني اختزل لنا 70% من العمل القديم.